موسم رمضاني آخر في ظل الحرب، تتجدد معه معاناة اليمنيين الذين أضافت لهم أخبار فيروس كورونا هلعا وخوفا، وكأن هذا ما كان ينقصهم. أقول لك بالنسبة لمرض كورونا، إقبال الناس ما زال يعني كما هو الحال الآن كما كان في السابق. طبعا شاهدنا كثير من الناس رغم ما ينذروهم ويخوفهم بهذا المرض. مع حلول رمضان تزداد حركة الشراء في الأسواق، ويقبل الناس بشكل غير طبيعي على شراء المواد الغذائية والاحتياجات الرمضانية التي تضيف صبغة على هذه المناسبة مختلفة عن غيرها من الشهور. كثافة الناس وإقبالهم على الأسواق بشكل غير عادي، وخاصة بموسم قدوم شهر رمضان الكريم، رغم تخوف العالم من مرض كورونا إلى أن نرى الشعب اليمني كما تراه أنت في هذا السوق. تنقص التوعية بشكل غير عادي، يعني التوعية غير موجودة تمام. وأيضا الثاني، السبب الثاني أنه الشعب كما ترى أصحاب الدخل المحدود مجبرين أنهم ينزلوا إلى الأسواق. هذا الإقبال الكبير يقابله ازدياد جشع التجار واحتكارهم للمواد الغذائية التي يتطلبها الموسم ومضاعفة أسعارها، مستغلين غياب الدور الرقابي للجهات الحكومية. مواد غذائية مرفع جناني، السكر ب 23 الكيس، السكر ب 23. طيب المواطن من اللي يمدي يا أخي؟ لا معاشات ولا معاشي، لا حول ولا قوة. نجي من الجهات المختصة والمعنيين والإمام الخير المسؤولين يرجعوا إلى الله يمشوا لهذا الوطن صح، يراعوا ظروف المواطنين. الشعب هذا ما يعاني، الشعب شو يثور؟ شو غضب الشعب؟ اقلهم إلا اتقوا الله بالشهر الكريم هذا. حالة الأسعار المتقلبة تسببت بتحويل حياة الناس إلى جحيم، خصوصا من لا يملكون مصدر دخل ثابت، ومن تقطعت بهم سبل العيش بسبب الحرب التي أشعل فتيلها انقلاب ميليشيا الحوثي، حيث فقد عشرات الآلاف من المواطنين مصدر دخلهم وصاروا رهائن الفتاة الذي يصلهم من المنظمات الإغاثية. يحل موسم آخر للشهر الفضيل، لكن الثابتة هنا هي كماشة الحرب والحصار اللذين حولا حياة اليمنيين إلى جحيم في ظل ارتفاع الأسعار وغياب الدور الرقابي للجهات الحكومية، وبين هذا وذاك وحده المواطن من يدفع الثمن باهظا. فواز الحمادي، قناة بلقيس، سعيد.